تتميز مدينة القدس بكثرة الأحواش الموجودة في داخلها. داخل الأسوار تمتلك هذه الأحواش الكثير من الأسرار، والعائلات التي جاءت لتمتهن وتعيش في مدينة القدس منذ الفترة الأيوبية وحتى يومنا هذا. من أجمل الأحواش تلك الأحواش التي نظمت ورتبت بحيث تكون أماكن سكن لكثير من العائلات، وهذه الأحواش هي الأقرب إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة. من هذه الأحواش ما يسمى حوش الحلو، وسمي هذا الحوش نسبة إلى العائلة الأقدم التي سكنت هذا الحوش. تغيرت أسماء العائلات التي سكنت هذا الحوش. موقعه الأفضل في المدينة بسبب وجوده على طريق باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ومن باب السلسلة نفسه حيث لا يبعد إلا حوالي 600 متر عن المسجد الأقصى، جعله مستقطبا من الكثير من العائلات، وخاصة العائلات التي جاءت في القرن 19 والقرن 20 من مدينة الخليل ومن مدينة القدس ومن مناطق مختلفة من فلسطين. يسكنه الآن الكثير من العائلات التي تنتمي في أصولها إلى مدينة الخليل، منها عائلة الرجبي، عائلة أبو رقوشة، وعائلة غيث، بالإضافة إلى عائلة مقدسية هي عائلة أبو الندى في المدخل الرئيسي لهذا الحوش. الترميمات التي جاءت على هذا الحوش تظهر أنه يمتلك الكثير من الأسرار في هذا المكان، حيث توجد طبقة أرضية لم يتسع المجال لحفرها والحصول على بعض الأشياء التي تعود في أقدامها إلى الفترة البيزنطية الإسلامية المبكرة، ونقصد بها الفترة الأموية والعباسية. وبقي الحال على الترميم ليشمل المباني التي جاءت لتكون مباني مملوكية وبالأصل، وفي معظمها حيث نجد الكثير من المعالم المملوكية في هذه الأبنية. ما يميز هذا الحوش أيضا أن معظم أسواره الخارجية التي تحمي هذا البيت هي عبارة عن بيوت مرتفعة فوق بعضها البعض، أي تتكون من طابقين، بالإضافة إلى الزاروبة أو الدركاء التي تؤدي إلى الساحة التي اختفت معالمها حاليا بسبب كثرة الترميمات وكثرة التغييرات في الجوانب الديمغرافية والمعمارية في المكان، حيث أضيفت الكثير من المباني في آخر ترميم لهذا المكان. غيبت موضوع الساحة المفتوحة إلى السماء والنافورة التي يجب أن تكون في داخل كل حوش.